السلام عليكم المتابعين، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحية لكم فين ما كنتوا. اليوم غادي نديكم معنا للحرم وغادي تشوفوا معنا واحد المحل صورته لكم. وكما كتشوفوا المتابعين ان الاجواء في مكة هي اجواء متقلبة، يعني كاينه شوية شتاء، فاللي جاي للعمرة يجيبوا معاه واحد الكاب احتياطا، لانك تكون شتاء بعض الاحيان، بعض الايام كتصب الشتاء. كما كتشوفوا كانت شتاء قوية، يعني كل اسبوع تقريبا كيعلموا بان الشتاء غادي تصب. تحية ليكم، ونتمنى تكون قناتي مفيدة للمتابعين وقاصدين بيت الله الحرام. اللي جاي الله يجيبه على خير، واللي كيتمنى شي حاجة الله يوفقه لها. كما كتشوفوا معنا في هذا الفيديو، هذا المحل هذا كاين في ابراج الصفوة حدا مستشفى الطوارئ، مقابل مع مستشفى الطوارئ. يعني ملي غادي توقفي قدام مستشفى الطوارئ غيبقى يبان لك المحل راه قدامك. كما كتشوفوا محل كيجوا للمغاربه بزاف وعنده اثمنه مناسبه، هو واحد الشخص طيب مع المغاربه. وكما كتشوفوا هذا الحرير 150 ريال للكوبو، حرير منبت بالحجر. كما كتشوفوا فيه الحجر شي حاجه زوينه. الحرير معروف تيكون بارد وزوين، يعني واخا تلبسيه راه ما كيحركش الجسم، وعنده داك الشيء زوين صراحه. وعنده هدايا جوهره دابا تشوفوها معنا في الفيديو، وقريب لكم، يعني قريب للمتابعين، للناس اللي ما كيقدروش كاع يعني يخرجوا للاسواق، فهذا قريب لكم. كما كتشوفوا عنده البروكار، عنده الحرير، عنده الجوهره، عنده التواب، عنده المبره. كيجوا عنده المغاربه، انا تلاقيت مع مغاربه عنده وكيتعامل مزيان. وكما كتشوفوا عنده حتى التكاشط، والتكاشط 500 ريال الكوبو كما كتشوفوا. وعنده هادو هدايا ديال المعتمرين، هادو ديهم هدايا، يتخيطوا قفيطنات، يتخيطوا قنيدرات، شي حاجه زوينه وفيها الحجر منبت. الثمن ديالهم تيقول 70 ريال، يعني تصايب معاكم، يقول كيتصايب معاكم. وعنده شوف عنده تشكيله، وعنده المخاوير الاماراتيه هي عنده كما كتشوفوا. بالنسبه للناس اللي قدروا يمشوا لجده كيلقاو المخاوير ارخص، كيلقاو ارخص. الناس اللي كيعرفوا، الناس اللي ما كيعرفوش ما كيلاش يبقاو يتعذبوا. كما كتشوفوا هادو زوينين حتى هما، 70 ريال ويتصايب معاكم. فيه الالوان شي حاجه زوينه، يتخيط كيجي زوين صراحه. ايوا الناس اللي كيبغوا يدوا معاهم الهدايا ضروري خصهم يشريو، ما عندهمش كيديروا، عندهم بنياتهم يبغوا يدوا ليهم كادوات. كما كتشوفوا شوف هذا اللون زوين شيبي ومنبت وفيه الحجيرات. هنا عنده تشكيله تاع المخاوير الاماراتيه، شوف هادو في جده تلقاوهم ارخص من هاد الثمن. كما كتشوفوا ان شاء الله نصور لكم واحد المحل في جده كيبيع المخاوير بالجمله وبالتقسيط، والثمن مناسب كما كتشوفوا. هاد المخاوير عنده فيه تشكيله كبيره بالشال ديالو، عندهم شيلان. وتحيه للمتابعات فين ما كنتو، اتمنى الفيديو يعجبكم. وهنا كاين عندو الجوهره الاشكال ديالها كما كتشوفوا، وهنا عنده الجوهره ديال الهدايا للمعتمرين، هادو 30 ريال الكوبو، 30 ريال. شوفوا راه عنده فيها الالوان بزاف، الناس اللي بغوا يدو هدايا فهادو 30 ريال. وخط فاصل كاينين في المغرب، راه الانسان كيبغي يدي معاه من هذا المقام. كما كتشوفوا 30 ريال، هادو كلهم 30 ريال اللي امامكم الان. وكاينين هادو 40 ريال، هادو 40 ريال فيهم توما الالوان كما كتشوفوا المتابعين. اتمنى انكم تبارطاجيو قناتي وانكم تدعموني. تحيه ليكم، وتكتبوا لنا الكومونتيرات، وتحيه ليكم فين ما كنتو متابعينا. هادو كلشي 40 ريال، 40 ريال للكوب. وهاد الكوب وهذا 500 ريال شيطة، شوفوا كي داير زوين صراحة النبت. وعنده تشكيلة ديال التكاشط، تقدري تختاري اللي بغيتي. هانتوما شوفوا راه عنده بزاف ديال التكاشط وتفاصل بجميع انواعها. وهذا كارت المحل ديالو، الجوهرة للأقمشة العالمية، كاين في أبراج صفوة. تحية لكم.